لإدراج جدول محتويات مضمن. في المستند يتم تطبيق أنماط العناوين المضمنة عنوان رقم 1 إلى عنوان رقم 3 على العناصر المراد تضمينها في جدول المحتويات. يتم وضع المؤشر في المكان المراد إظهار جدول المحتويات فيه. في علامة التبويب مراجع يتم النقر فوق جدول المحتويات. في المعرض جدول المحتويات يتم النقر فوق الجدول التلقائي رقم 1 أو الجدول التلقائي رقم 2 لإنشاء جدول محتويات مخصص. يتم وضع المؤشر في المكان المراد إظهار جدول المحتويات فيه. في علامة التبويب مراجع يتم النقر فوق جدول المحتويات. في معرض جدول المحتويات يتم النقر فوق جدول محتويات مخصص. في مربع الحوار جدول المحتويات يتم تحديد الخيارات الملائمة لعرض أرقام الصفحات ومحاذاتها، ويتم اختيار شكل علامة الجدولة وتنسيق جدول المحتويات. لتغيير مستويات العناوين التي يتم عرضها في جدول المحتويات يتم تحديد الرقم المناسب في القائمة إظهار المستويات. لإزالة الارتباطات التشعبية من عناوين جدول المحتويات يتم إلغاء تحديد خانة الاختيار ارتباطات تشعبية بدلا من أرقام الصفحات. يتم النقر فوق موافق لإدراج جدول المحتويات.